تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومالان وأبرز ما فيها. مكتب المتحدث الرسمي لقصر رئاسة الجمهورية وبيان الصحفي. وزير الإعلام والتوعية والتراث معالي عبد الله محمد داهر عكوسه ومشاركته في مناسبة كبيرة بمقر الوزارة. مغادرة عضو مجلس الشيوخ بجمهورية سومالان سعادة عبد الكريم حسين يوسف في رحلة علاجية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت هذه أبرز العناوين، وإلى حضراتكم النشرة بالتفصيل. أفاد بيان صحفي صدر من مكتب المتحدث الرسمي لقصر رئاسة الجمهورية أن رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم أصدر مرسوما رئاسيا أعلن من خلاله عن موعد بدء عملية تسجيل الناخبين. أفاد بيان صحفي صدر من مكتب المتحدث الرسمي لقصر رئاسة الجمهورية أن رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم أصدر مرسوما رئاسيا أعلن من خلاله عن موعد بدء عملية تسجيل الناخبين بالوطن، وجاء البيان كالتالي: بعد أن اطلع فخامة الرئيس على البند 90 من دستور جمهورية سومالاند وعلى البند 28 والخاص بتغيير وتبديل قانون تسجيل الناخبين ورقمه 37/2007، وبعد أن أعطى الأهمية لتقرير اللجنة الوطنية للانتخابات والمؤرخ بتاريخ 2/1/2016 والذي تضمن طلبا بتحديد موعد بدء عملية تسجيل الناخبين، قرر فخامة رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم بدء عملية تسجيل الناخبين في إقليم توغدير بتاريخ 16/1/2016. صدر هذا البيان موقعا باسم المتحدث الرسمي لقصر رئاسة الجمهورية حسين آدم عقة حسين دير. شارك اليوم وزير الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية سومالان معالي عبد الله محمد داهر عكوسه وبرفقته كبار مسؤولي الوزارة في مناسبة تسليم نائب مدير قطاع التلفزيون الجديد مهام عمله من النائب السابق. شارك اليوم وزير الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية سومالان معالي عبد الله محمد داهر عكوسه وبرفقته نائب وزير الإعلام والتوعية والتراث السيدة شكري حرير إسماعيل مدير قطاع التلفزيون الوطني سعادة عبد علي مهدي وعدد آخر من المسؤولين في الحكومة في مناسبة كبيرة أقيمت بمقر الوزارة، وذلك للتسليم نائب مدير قطاع التلفزيون الجديد مهام عمله من النائب السابق. شارك في هذه المناسبة مسؤولي الأقسام المختلفة في الوزارة وموظفي الوزارة وضيوف شرف آخرين. تحدث في البداية النائب السابق لمدير قطاع التلفزيون سعاد قاسم حسن، تطرق من خلال حديثه إلى الأعمال التي تم تحقيقها خلال تواجده بمنصبه، كما وجه الشكر لمسؤولي التلفزيون والعاملين فيه على حسن تعاونهم معه. وفي كلمة النائب مدير قطاع التلفزيون الجديد سعاد مصطفى محمد قضح، وجه من خلال كلمته الشكر لفخامة رئيس الجمهورية على تعييني بهذا المنصب وتعهد بالعمل الجاد لخدمة الوطن. من جهته تحدث بكلمة مدير قطاع التلفزيون الوطني سعاد عبد علي مهدي، أثنى من خلال كلمته على الجهود والأعمال التي قام بها نائب مدير قطاع التلفزيون السابق أثناء توليه مهام عمله، ورحب من خلالها بالنائب الجديد وتمنى له التوفيق في عمله. وفي كلمة نائب وزير وزارة المالية سعادة أحمد نور أو عبدي شاعر، أشار إلى شعوره بالفرحة للمشاركة في هذه المناسبة وتمنى التوفيق للمسؤولين في عملهم. وفي الختام تحدث بكلمة وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث معالي عبد الله محمد داهر عكوسه، رحب من خلالها بنائب مدير قطاع التلفزيون الوطني الجديد، ووجه الشكر للنائب السابق على الأعمال التي قام بها لتطوير من قطاع الصحافة والإعلام في الوطن. وفي الختام تم تسليم شهادة شرفية للنائب مدير قطاع التلفزيون السابق، وذلك تقديرا لجهوده. غادر اليوم أرض الوطن عضو مجلس الشيوخ بجمهورية سومالان سعادة عبد الكريم حسين يوسف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتلقي العلاج إثر وحكة صحية ألمت به مؤخرا. غادر اليوم أرض الوطن عضو مجلس الشيوخ بجمهورية سومالان سعادة عبد الكريم حسين يوسف حاجي عبد الورابة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتلقي العلاج إثر وحكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية، حيث غادر برفقة سفير سومالان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سعاد باشا عول عمر، والذي وكله رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم بهذه المهمة، نظرا لاهتمام وحرص فخامته على مواطني سومالان كافة خاصة مسؤولي الحكومة، حيث كان في مقدمة مودعي أكبر شخصية معمرة في جمهورية سومالان وزير الدولة لوزارة القصر الرئاسي سعاد محمد موسى أباس وعدد آخر من المسؤولين. تحدث بكلمة وسائل الإعلام عضو مجلس الشيوخ سعاد عبد الكريم حسين يوسف، وجه الشكر لفخامة رئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه الدائم له، كما وجه الشكر لكافة مواطني سومالان. وفي كلمة لسفير سومالان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة باشا عاول عمر، أشار إلى الهدف من مقادرة عضو مجلس الشيوخ جمهورية سومالان هي لتلقي علاج بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي الختام تحدث بكلمة وزير الدولة لوزارة القصر الرئاسي سعادة محمد موسى عباس، شكر من خلال كلمته دولة الإمارات العربية المتحدة لقبول استضافة أكبر شخصية معمرة بجمهورية سومالاند لتلقي العلاج فيها، ودعا من الله القدير أن ينعم بالشفاء العاجل عضو مجلس الشيوخ وأن يعيده سالما إلى أرض الوطن. شارك اليوم وزير الدين والأوقاف بجمهورية سومالاند الشيخ خليل عبد الله أحمد في مناسبة تسليم المدير العام الجديد مهام عمله من المدير السابق. شارك في المناسبة مسؤولي الوزارة وموظفيها وضيوف شرف آخرين. شارك اليوم وزير الدين والأوقاف بجمهورية سومالاند الشيخ خليل عبد الله أحمد وبرفقته مسؤولي الوزارة في مناسبة تسليم المدير العام الجديد مهام عمله من المدير السابق. شارك في المناسبة موظفي الوزارة وضيوف شرف آخرين. تحدث في بداية المناسبة نائب وزير الدين والأوقاف الشيخ نور عثمان قوليد، رحب من خلال كلمته بالمدير العام الجديد الشيخ سليمان عيسى علي. وفي كلمة للمدير العام الجديد الشيخ سليمان عيسى علي، شكر من خلال كلمته رئيس جمهورية سومالاند على تعيينه وثقته به كمديرا عاما لوزارة الدين والأوقاف، وشكر أيضا وزير الدين والأوقاف الشيخ خليل عبد الله أحمد للجهود التي يقدمها لتطوير الوزارة، وتعهد من خلال حديثه بمضاعفة الجهود لخدمة الوطن والمواطنين. وفي الختام تحدث بكلمة وزير الدين والأوقاف الشيخ خليل عبد الله أحمد، أثنى من خلال كلمته برئيس جمهورية سومالاند فخامة أحمد محمد محمود آدم لدوره بنشر الوعي الديني بجمهورية سومالاند، ورحب بالمدير العام الجديد الشيخ سليمان عيسى علي، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله. وفي ختام المناسبة تم تسليم المدير العام الجديد بوزارة الدين والأوقاف رسميا مهام عمله. عقد اليوم كل من عضوي مجلس الشيوخ بجمهورية سومالاند سعاد أحمد هيبة وسعاد أحمد ديرية مؤتمرا صحفيا، تحدثا من خلاله عن عدد من المواضيع الهامة. عقد اليوم كل من عضوي مجلس البرلمان بجمهورية سومالاند سعادة أحمد هيبة وسعادة أحمد ديرية نعنع مؤتمرا صحفيا، تحدثا من خلاله عن عدد من المواضيع الهامة. وفي كلمة لعضوي مجلس البرلمان بجمهورية سومالاند، أشار من خلال حديثهما إلى موجة الجفاف التي ألمت بغرب أقاليم سومالاند مؤخرا، والتي تحولت إلى أرض قاحلة يصعب العيش فيها جراء موجة الجفاف، والتي أصبحت تهدد أرواح السكان الذين يعتمدون على الإنتاج الزراعي والمواشي، حيث وجهوا نداء إلى الحكومة والهيئات المحلية والعالمية لمساعدة السكان بتوفير المياه وما تبقى من معيشتهم على قيد الحياة. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة. تقبلوا مني وفريق العمل دائما أطيب المنى، ودمتم سالمين.